للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي او العراقي لدعم حريه التعبير الاستاذ زياد شبر. اهلا بكم استاذ زياد الى هذه الجوله الاخباريه. يعني في اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب، كيف ترى وضع الصحفيين في العراق؟ تحية لحضرتك، مساء الخير. حياك الله استاذ الفاضل. طبعا وضع الصحفيين في العراق يعني هسه يمكن واحد يبدي مازحا يقول انه يفترض انه سؤال كيف ترى وضع المواطن العراقي يعني، لكن اذا لو اردنا الحديث عن حرية التعبير بشكل عام يعني موضوع جدا ليس بخير. يعني لو كان بخير لما تأسس مركز العراق لدعم حرية التعبير، ايضا لما تأسست مؤسسات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة. اليوم الصحفي في العراق يعني امر وضعه يعني محرج ومعقد، واغلب الصحفيين هم حزينون، وفي ذات الوقت هو المسؤول يحتاج الصحفي لإبراز نشاطاته مرة لنقل خطابه إلى الجمهور، في وقت بالمقابل أنه لم يقدم أي شيء للصحفي سوى يعني أغلبهم سوى الاعتداءات. هذا من جانب. حتى في بما أنه اليوم نحن في اليوم الدولي للإفلات من العقاب، لم نرى حتى الآن واليوم يعني قبيل انتهاء أي بيان حكومي بهذا الشأن، ولو بمواع يعني ولو انه وعد من الحكومه الجديده بنيه صافيه لتنسيق يعني تنسيق لجان جديده او تنسيق وتفعيل دور جديد لتقديم انه الجنات الذين قتلوا الصحفيين الذين اعتدوا على الصحفيين. وانا هنا اتحدث الصحفي يعني اقصد المحرر والفني والمراسل والمعد والمذيع والمقدم وبكافه انواع الصحافه المرئيه والالكترونيه وسمعية ومقروعة. نعم. نعم أستاذ. تفضل. نعم أستاذ إذا تسمعني. أسمعك أستاذ زياد. يعني في إطار بيان هيئة الإعلام المتعلق بالرموز الوطنية، كيف تصنف مثل هذه البيانات؟ يعني هل الحكومة فعلا يعني تمارس شيء من الإرهاب ضد الصحفيين بأنه لا تتعرض لهؤلاء الرموز حتى لا نقوم بعمليات اعتقال أو ما إلى هنالك أو انتهاكات؟ أنا في البداية قبل أن أجيبك على السؤال أطلب من حضرتك، أنا اسمي زيد وليس زياد، وأطلب تصحيح في الصورة الظاهرة على الشاشة. اليوم هيئة الإعلام والاتصالات يعني لا أدري كيف تصرفت وأصدرت هذا التوجيه، وكأنه تريد أن ترسل لنا إشعارا أو إخطارا أن الحكومة العراقية الجديدة والسلطات الثلاث أن يبعثوا لنا شروع يعني يشرعوا بديكتاتورية ومغلفة بحرية وديمقراطية. يعني من في هذه الزاوية بالتحديد في أنه يعني بذريعة جديدة لتنظيم قطاعي الاتصالات، نحن متفقون أنه نظمه لكن لا تقيد الحريات. من هو الرمز الوطني؟ الرمز الوطني يراه المركز العراقي لدعم حرية التعبير هو المواطن، على اعتباره المواطن هو أساس السلطات، على اعتبار انه الشخصيات الذي هم يزعمون هم رموز وطنيه الذين قاده سياسيين وقاده احزاب، هؤلاء ينظرون للرمز الوطني. القاده السياسيون هم مسؤولون في الدوله. يعني انا ارجو الى يعني في هيئه الاعلام والاتصالات ان يعرفوا ويدركوا جيدا انه الصحفي هو جهه رقابيه، هو فوق الدوله، لان دائما ما السلطه تقفز على القانون في جميع بلدان العالم. الصحفي هو يشخص الأخطاء، هو يكشف ملفات الفساد، هو ينتقد أداء الحكومة. لا يعني طبعا هنا أقصد نقد الأداء، لا أقصد أنه نقد الذات ونقد الشخصي، أما أنه الضوابط الذي تريدها هيئة الإعلام والاتصالات، فأعتقد أنه الصحفيون متفقون على ضوابط مهنية وهي عدم التجاوز، وعدم التجاوز على الدستور، وعدم التجاوز على الأشخاص واحترام الآخرين. يعني هاي بنود الصحافة. لكن كما قلت لك يبدو أن هناك شروعا. هذا من جانب. الجانب الآخر، من يحدد الإساءة؟ يعني اليوم أنت تقول لي أنت أسأت لي، كيف أسأت لك؟ يعني هل هم يحكمون حكما رشيدا؟ اليوم هيئة الإعلام والاتصالات للحقيقة ننتظر من رئاسة مجلس النواب العراقي
برئاسة السيد محمد الحلبوسي، وأيضا مطالبة السيد رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي لإصدار رد على هذا، على قرار هيئة الإعلام والاتصالات، كما أنهم نطلب لجنة الثقافة البرلمانية التي التي أعتقد لغاية الآن لم يسمى رئيسها ولا حتى أعضاؤها. الأستاذ زيد شبر عضو المركز العراقي لدعم حرية التعبير، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.